مساء الخير، معلش نعتذر لحضراتكم جدا على التأخير، بس كان في شوية مشكلة بسيطة كده اتحلت الحمد لله. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بإذن ربنا بناتكم بنات إعدادي خورستي برسينوس، زي ما اتعودنا كل سنة بنقدم حفلة ليها موضوع بنصليه سوا. السنة دي بإذن ربنا هنتكلم شوية عن التسبيحة. يعني احنا سمينا الاوبريت بتاعنا باب السماء عشان هو التسبيح هو باب السماء. بيتهيالي نقدر كلنا نصلي مع بعض فيه. بنتمنى من حضراتكم الهدوء ويا ريت تشاركونا في الصلاة. نشجعوا بناتكم. خورس تي برسينوس بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بحلوان تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي تقدم لكم أوبريت باب السماء.
ايديك دايما ساندانا وعينيك على طول حرسانا، ولو اترمينا في اتون النار بنلاقيك معانا. عشان كده يا رب اجعلنا مستحقين ان نسبحك مع التلات فتية ونقول سبحوه وزدوه علوا الى الابد. Oh,
كل حياتي بين ايديك، وفي اوقات الشده والضعف والخوف دايما بلاقيك. ولو يا رب واجهتني ضيقات او صعوبات بلاقي سلامي وانا معاك. Thank you.
سلامك فاق العقول يا عذرا يا بتول، بنسبحك مع الملائكة ونقول السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة. Yeah.
تشوني متو افقوي انتي بوسني جميع الأجيال ومدحوك موسى ودانيال يا جوهر مكنون يا ثمرة العيون حويت الثمرة وهو رب القدرة يا إمنة صهيون. Thank you.
يا رب برغم اني مليانه ضعفات وشهوات، لكني بصرخ يا رب وبقول يا رب يسوع المسيح اعني. Name to
ارحمني يا ربي يسوع المسيح.
يا مريم مجدك عالي وعظيم، يا شفيعة لكل المسيحيين،
يا متواضع على كل لسان الملايين. Thank you.
مريم زينات الأبقار والنار هي إيسوس أرياب القدوس معطينا الناس مكتوبا في الأحجار. يا إشعياء فكير عن هذا التأويل تلد عمانوئيل الملك الجبار.
مصر محفوظة على طول، وده شيء مضمون لأن وعد الرب أمين وهيفضل طول السنين. مبارك شعبي مصر. Thank you.
كده كنا قلنا شويه مقتطفات من التسبيحه، كان منها حاجات ثانوي وكان منها حاجات تسبيحه كياه. لاحظنا ان كان في حاجات للعذراء. دلوقتي احنا هنختم خلاص، هنقول كريليسون الختام بتاع التسبيحه. يا ريت لو تشاركونا مع بعض. Yeah.